تعالوا نشوف بقى صينيه القرنبيط بالبشاميل واللحمه المفرومه. قرنبيط مسلوق، سمنه ولحمه مفرومه وبصل وتوم وكمون وبهارات، مهم الكمون، وبهارات وكرات وكرفس وزعتر وقرفه ناعمه، زنجبيل بودر، ملح، زبده قد الدقيق، نص كتر لبن، مكعبين مرق، جبنه موزاريلا او جبنه اي نوع من انواع الجبن اللي انت عايزاه، وشويه كريمه لباني لصوص البشاميل. صوص البشاميل. طيب كده احنا هنعمل صوص بشاميل وهنعمل حاجات حلوه جميله تعجبكم، بس انتوا خليكم معايا ما تروحوش في اي حته ولا تغيروا اي محطه. كده عند البصل هنعمل تعصيجة اللحمة، وألذ حاجة في الموضوع ان احنا مش عايزين فيه صلصة، مش عايزين فيه ايه صلصة، عايزوا حاجة كده فاني. كده هنا عندي حطينا البصلاية مع التوماية مع الكرفس الكرات. الكرفس والكرات ده اساسي عندي في كل الاكل الشرقي، بديني طعم جميل. حبة ملح، حبة فلفل، وادي مكعب المرق اهو. قوم بقى ايه، ادي اللحمة بتاعتي المعصلجة. نعمل حبة صوص البشاميل اللي احنا واقفين كده. حبيبي يا رسول الله، لازم اعصق اللحمه بتاعت تصليقه حلوه كده. بقى ننزل بالزبده او بالسمنه والدقيق، مكعب مرة عند الجيران حتى بس والنبي. الله يسترها معاك واشوف عوضك كده اللي بالي بالك. هنا بنجيب شوية طحين تاني، دايما بنقول الزبدة قد الدقيق كده. وهنا نحط سموطر، يا صلاة النبي يا صلاة النبي. يلا يا باشا، ادي الملك وانا اللي ملك ايديك. ده نص الخليط بتاعه اهو كده عشان نحطه في الارضية. كده نخش بقى بيها الفرن ونصلي على الحبيب.